الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا الإخوة المسلمون، يقول حكيمنا العربي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، تلوذ بالله عز وجل فيما تأمل، ومن أعوذ به فيمن تحاذر فيما أحاذره، الأشياء التي أخاف منها أستعيذ بالله عز وجل منها. لا يجبر الناس عظما أنت كسره، العظم المكسور بأمر الله لا يستطيع إنسان أن يجبره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أحبتي في الله، المؤمن كالمدينة وجوارحه وروحه هي حصن هذه المدينة. هذه المدينة لها ملك يحكمها، وهو الإيمان في القلب، وله عرش يجلس عليه وهو توحيده لخالقه مولاه. أحبتي في الله، أعيروني مسامع قلوبكم لحظات لتروا هذه اللوحة معي، فأنا أحدث أهل علم. المؤمن مدينة بكاملها، لها مرافق المدينة بأسرها، جوارح والروح للإنسان، هذا حصن المدينة، تتحصن الإنسان أو المدينة داخل حصونها. المدينة لها ملك يتولى أمرها، هذا الملك هو هذا الإيمان في القلب، له عرش يجلس عليه لأنه ملك، هذا العرش هو التوحيد. هذا الملك له تاج، أي ملك له تاج، تاج الملك، هذا التاج هي المحبة، محبة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الملك أيضا له وزير، كبير وزرائه أو رئيس وزارته، وهو العقل. له أيضا كاتم سر وهو الذكر، وله عيون وهي المراقبة والفراسة. هذه أو هؤلاء الجنود هم حاشية الملك. في يوم من الأيام جاء وزيره ليقول له: إن جيوشا أربعة تريد أن تهجم على مدينتك، ومع كل أو كل جيش من تلك الجيوش لها قائد لا يحبك. أربع جيوش، يعني قوات متعددة الجنسيات، متعددة المشارب والمذاهب، تريد أن تهجم على مدينتك، لكن قوات
هذه الجيوش أو هاتيك الجيوش تبغضك. انتبه الملك. أحبتي أريد أن تروا معي هذه اللوحة المرسومة، فأولادنا من العلماء والدعاة يحدثونكم عن نواقض الوضوء، وأنا لطبيعة الخبرة والسن والمحبة التي في قلوبكم لي فيما أزعم لأنني أحبكم في الله سبحانه وتعالى أكلمكم ليس عن نواقض الوضوء، فتحدثنا عنها منذ عشرات السنين، أكلمكم عن نواقض الإيمان، نواقض الدين، نواقض التوحيد، نواقض الإسلام. نسأل الله أن يقيم لنا توحيدا خالصا في قلوبنا. يبقى أنت الآن عبارة عن مدينة، عشان الموضوع يكون واضح، مدينة، هذه المدينة لها حصونها، تلك الجوارح التي أعطاها رب العباد لنا، وهذه الروح التي تسير، لأن الإنسان مركب تركيبتين عجيبتين، قبضة سفلى من تراب الأرض يتسفل بها إذا نسي القبضة الأخرى أو النفخة الأخرى أو التركيبة الأخرى، ونفخة من روح الله. قال الله للملائكة: فإذا سويته من هذا الطين ونفخت فيه من روحي فأخذ من روح القدس نورا فقعوا له ساجدين. فالإنسان مكرم إلى هذه الدرجة، ولقد كرمنا بني آدم، أسجد له الملائكة لكي يشعر الملائكة أن هذا المخلوق من طراز خاص، عندما يعني يخلق في عليين، أما إذا يعني ينزل ويهبط إلى الحمأة، وللأسف الشديد وجدناه أسفل سافلين. ولكن قال ربنا في بلعام ابن بعوراء يعني: ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات، الله أعطاه آيات وأعطاه فراسة وأعطاه شيء من النبوة ومن الولاية، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله، هذا مثل الإنسان الذي يعطيه الإنسان الله الإيمان والرسالة ثم يرتد. فأنت مدينة لها حصون، هذه الجوارح لها ملك، هذا التوحيد داخل القلب، له عرش، هذا العرش سبحان الله هو هذا التوحيد الخالص لرب العباد سبحانه وتعالى بالإيمان. عندئذ الملك له هؤلاء الجنود من حوله، فهذا التاج من سبحان الله من المحبة لله ولخلق الله، ثم هذه الوزارة المسؤولة أو هذا الوزير المسؤول وكبير وزرائه المسؤول، وهو العقل الذي يعقل، يعني العقل تختلف عن الروح. العقل: عقلت الدابة أي ربطتها قيدتها، فالعقل ربط جوارح الإنسان وتقييدها بعيدا عما يغضب الله عز وجل، فتقول: يا عين لا تنظري فإن النظرة سهم من سهام إبليس، يا لسان لا تنبح على الناس فإن كل كلمة لديها رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يجب أن يفكر في الكلمة التي يقولها ويعرضها على هذا الوزير الناصح أو الوزير الذكي الذي يقول له: هذه الكلمة ستوضع لي في ميزان حسناتي، يجب أن أقولها. إذا كانت ستوضع لي في ميزان السيئات، يجب أن يقوم العقل بعقلها أو ربطها أو كبتها أو حجبها، فلا ينطق الإنسان إلا بما يرضي الله عز وجل. حتى قال سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا ربي إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. سبحان الله، اكسر لي رجلي انها نعمة، يعني انت رايح على المقهى انت
تغتاب وتنم، راح في محكمة تشهد شهادة الزور، ادعو الله ان يكسر لك قدمك حتى لا تستطيع قدماك ان تحملك الى المكان الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. ان من دلائل توبة الله كما قلنا ان يغلق في وجهك ابواب المعصية حتى وان سرت اليها. اللهم افتح لنا ابواب طاعتك يا رب العالمين. جاء الوزير للملك محذرا ان جيوشا اربعة سوف تهجم. ما هذه الجيوش الاربعة؟ لخصها الصديق رضي الله عنه: اني بليت باربع ما سلط الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. ابليس: اني بليت باربع ما سلط الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. ابليس ياخذني لطرق مهالكي، والنفس تامرني بكل الداء، وهذه الدنيا تقول لي: الا تنظر لمفاخري ولون ملابسي وبهائي. هذا الهوى حاط بسور مدينتي، يا مؤنتي في شدتي ورخائي، ليس لك ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. جيوش أربعة على كل إنسان منا: إبليس، الدنيا، النفس، الهوى. قال الملك لكبير وزرائه أو وزيره: وماذا أصنع؟ قال الأول: أول الأمر أحفر خندقا حول المدينة. ما هذا الخندق؟ قال: خندق الزهد. خندق الزهد، فلما يجي لك الشيطان او اهل الدنيا يدوك زاهد في الدنيا، لان انت عندك قناعة ان رزقي سوف يأتيني. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى سلطان العلماء وبائع الامراء، لما دخل على الصالح ايوب فوعظه في الفسطاط مصر القديمة، فأغلظ عليه في الموعظة، فقال المريدون له بعد أن فرغ وأجله الحاكم وعاد إلى مجلسه: يا إمام، أما كنت ترتجف أو تخاف وأنت تكلمه؟ قال: والله يا أبنائي، أراد الشيطان أن يعظمه في عيني، فلما استحضرت عظمة ربي أمامي رأيته أمامي كالفأر الصغير. إن عظمت ربك عظمك الكون كله، ولمن خاف مقام ربه جنة دنيا أن تكون عزيزا، وجنة آخرة أن تكون أعز. اللهم اجعلنا من أهلها. أحبتي في الله، احفر أيها الملك خندقا من الزهد. ليس معنى الزهد، الزهد مرتبط عند الكثيرين وبعض العلماء مقصرين في شرحه، ان يعني الانسان يكون زاهد، يعني يكون يعني متسول، يكون وقف على الابواب اخذا من الاعانات. لا، ليس هذا هو الزهد. الزهد ان تملك الملايين ولكنها في يدك لا في ليست في قلبك. يعني سبحان الله، يعني كما كان الصالحون يدعون: اللهم اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. الله يرضى عن الصديق، كان لما يأتي بالصدقات او الاشياء لسيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم لكي يدعو له، يقول: والله يا رسول، انظر الى الكلام، والله يا رسول الله، ان المال الذي نعطيه لك لتنفقه في سبيل الله احب الينا من الاموال التي بقيت في بيوتنا. شوف الى ما وصل حس ابي بكر، وصل الى ان المال اللي عند الله موثوق منه لن يضيع، بل سوف يكثر، والمال اللي قاعد عندي هو اللي يضيع علي. ولذلك فقه هذا ابو بكر من حبيبه ومعلمه ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم، عندما قال: يا عائشة، هل بقي من الشاة شيء؟ قالت: لا يا رسول الله، لقد ذهبت كلها وبقي الذراع. نحن نعرف انك تحب ذراع الشاة، فاحتجزنا الذراع ووزعنا الباقي لوجه الله. فتبسم وقال: بل بقيت كلها عند الله وذهب الذراع.
يعني اللي ضاع علينا. هل لك يا ابن، يقول العبد عندما تحضره الوفاة، مالي مالي، ويا ابن آدم يا ابن آدم هل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أخذت أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. هذه الصدقة، إن الله لا يأخذ صدقة العبد بيمينه وكلتا يديه يمين ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، اللي هو الجمل يعني الصغير لغاية ما يكبر سبحان الله. وإن العبد ليستظل بظل صدقته يوم القيامة، حتى قال حبيبنا كي لا يحترق لا يحتقر المؤمن صدقة صغيرة، تصدقوا ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم تقبل صدقاتنا يا رب العالمين. الآن غرس أو حفر الملك خندقا من الزهد. هذا كلام لك، هذا الكلام لك، لا تسرح بعيدا من هذه القصة خيالية. أنا أكلمك أنت وأكلم نفسي قبلك سبحان الله. المهم، الجيوش الأربعة اجتمعت حول المدينة، أحاطت بها إبليس، الدنيا، النفس، الهوى. تعال إلى الجنود المحيطة بكل قائد من هؤلاء. إبليس ما جنوده؟ الكبر عندك في قلبك. انظر إلى كل مرض سوف أقوله، وانظر إلى وأقول في نفسك، هل موجودة عندي؟ هل الجندي هذا موجود داخلي؟ الكبر، التأبي، الفخر، الخيلاء، العجب، التيه، التكبر، التطوس، صير طووسا، كل هذه صفات إبليسية. الحرص، الحقد، تمني الشر، التألي على الله، التعدي على أوامر الله، تكسير أوامر الله عز وجل، هؤلاء كانوا جنود إبليس. وإبليس كما قلت لك من قبل، ما هو إلا محطة إرسال، لا يملك فعلا. العجيب انك تملك فعل وعمل. ابليس لا يملك لا فعلا ولا عملا، لا يملك الا كلاما. يقول لهم يوم القيامة يعني وما كان لي عليكم الا ان دعوتكم. فكيف دعاهم؟ ها؟ بالقول. واين هو قوله؟ وسوسة، يعني لم نسمع صوته. وانما لما خنس القلب، خنس يعني ايه؟ نستعيذ بالله في المعوذتين من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كيف الوسواس بتاع ابليس؟ انت كيف تعرف ان ده ابليس ودي النفس الاماره بالسوء؟ لو ان الخاطر السيء ياتيك بين الحين والحين فتستعيذ بالله منه فيهرب ثم يعود، اعلم ان هذه وسوسه الشيطان. اما ان يرافقك وسواس سيء، انك تريد ان تقاطع اخاك، او ان تختلس، او ترتشي، او تنظر الى ما حرم الله، او تفتح قناة منحطة من كثير من الانحطاط الموجود على الشاشة، او الى اخره، اعلم ان هذه النفس الامارة بالسوء، اللهم اجعلها لوامة مطمئنة يا رب العالمين. اذا الفرق بين هذا وذا، اذا ابليس محطة ارسال. ما الذي يقوم به؟ يظل يرسل وساوسة. انظر الى هذه الجميلة، انظر الى هذا المنظر، اسمع هذه الاغنية، شاهد هذا الفيلم، اظلم هذا الانسان، تكبر على فلان، نافق فلانا، امسح الجهل لفلان، تأطئ لفلان، سبحان الله العظيم، هكذا يقول. فان وجد عندك استقبالا جيدا بالنسبة له فيتوافق الارسال مع الاستقبال. فاذا وافق الارسال مع الاستقبال حصل ابليس على انه اعظم مخرج للشيطنة وللابلسة وللانحراف في العالم، نتيجة انه وجد عندك انت جهاز الاستقبال. لكن عندما تغلق انت جهاز الاستقبال فما الذي يحدث؟ يقول يا عمر يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا طريقا الا وسلك طريقا اخر. لماذا سلك طريقا اخر؟ لم تنضبط موجة ارسال ابليس مع الريسيفر او المستقبل في قلب عمر. فلما لم تتوافق الموجات حصل ان عمر رضي الله عنه خاف الشيطان منه سبحان الله، لان هذا رجل شاعر
يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من 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 البادية لا يعرف الصحابة، فجلس يمدح. فبداية القصيدة فيها غزل، وعمر رجل جاد مع انه كان محب للشعر لكن رجل جاد. فدخل ابو بكر والرجل ينشد، ودخل عثمان وهو ينشد، ودخل علي وهو ينشد. فلما دخل عمر جذب الناس ثوب الاعرابي الشاعر، اسكت اسكت اسكت. قال: من هذا الذي اسكت له عند رسول الله؟ من يكون هذا؟ ما مقامه؟ سبحان الله. قالوا: هذا عمر بن الخطاب. فقال عليه الصلاة والسلام: عمر رجل يكره الباطل. تتعجب أنت والرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الباطل لأنه معلم. هناك فرق، هناك فرق بين من لا يستحق، من لا يستطيع تحمل الباطل، وبين من يتعامل مع الباطل لأنه جاء ليغير الباطل. هو جاء فلا بد أن يتعامل مع الباطل أولا، ويمتصه ويهذبه ويشذبه ويقص حواشيه، ثم بعد ذلك يعيده إلى دائرة الاستقامة. سبحان الله. فهذا الإرسال، انظر إلى إرسال آخر بالمرة وأنتم تعرفون، يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، والجيش يقاتل في القادسية تحت قيادة سعد، وينفرد سارية بن حصن بفرقة من الجيش، فيكاد يقع في فخ وكمين نصبه الفرس لهم، وكان يوم الجمعة. فإذا بعمر يلتفت فجأة إلى اليمين وسط الخطبة، يقول: يا سارية بن حصن، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. يعني اللي يخلي على قطيعه الذئب يبقى ظلم نفسه. ثم يعتدل للصحابة وللمستمعين في الخطبة ويكمل. ينزل من الخطبة وإلى أن تستوي الصفوف يسأله عليه: يا أمير المؤمنين، قلت جملة ما فهمناها، يعني لا علاقة لها لا اللي بالقبل ولا اللي بعد، عارفين الجملة الاعتراضية من لا ليست في مدخلات الخطبة. قال: يا أبا الحسن، شوفوا ده، خطر ببالي أن كمينا أعد لسارية بن حصن ومن معه، فإذا انتبهوا انتصروا. القضية ليست هنا، عمر وملهم كان في الأمم السابقة محدثين، يعني كما تحدثهم الملائكة، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. فيعود سارية بعد شهور، قل: والله في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا، مش سمعته، سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول: يا سارية بن حصن، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. فنظرنا خلفنا فإذا كمين أعد لنا، فانتبهنا ففتح الله لنا فانتصرنا. إذن هذا إرسال. فالشيطان عبارة عن محطة إرسال فقط فقط، أو ببساطة ببساطة شديدة، أنت أغلقت شاشة التلفزيون أمامك، خلاص الشاشة الصغيرة أو الشاشة التي أمامك أغلقتها ونزعت منها الكهرباء. بالله عليك، لو أن 100 فضائية منحرفة أو منحطة أرسلت سمومها إلى بيتك وهذه الشاشة مغلقة، ماذا ترى أنت في الهواء؟ لا شيء. الشيطان يصنع هكذا، شياطين الجن هذا كل وشياطين ما هذا ما يصنعون، عبارة عن مقولة، قول قول. سبحان الله، لا يملك إلا قولا، لا يملك، محطة إرسال فقط. المصيبة في أن تهيئ له محطة الاستقبال. إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. جاء إبليس بجنوده، وجاءت النفس، العجب، جنودها الرياء، حب السمعة، حب الشهرة، الرياء للأسف، حب المنظرة، الشح، البخل، الخوف من المستقبل، الحزن على الماضي، الاكتئاب المستمر بسبب وبدون سبب، حب الانتقام،
النفس لما تصير حيوانية، سبحان الله، قلنا من قبل أو قال الفلاسفة من قبل إن الحيوان مخلوق خطير إذا جاع، والإنسان مخلوق أخطر إذا شبع. الإنسان إذا شبع يقول عليه الصلاة والسلام، انظر إلى كلام حبيبنا اللي يروح الدورات النفسية وعند التنمية الخيبية والعصبية لغاية ما الناس كلها بقت عندها العصب متوترة، يقول حبيبنا في إيجاز بسيط: ما الفقر أخشى عليكم؟ أنا لا أخاف على أمتي الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخاف أو أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتنسون رب العباد فينساكم رب العباد عند ذلك. إذن القضية لما دخل عليه عمر في يوم بعد فتح مكة وجدوا قد نام على حصير، حصير عيدان الحصير أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم، فلما جلس ليحدث عمر رأى عمر أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى ابن الخطاب رقة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك، ماذا قال له؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. لخص المصائب المسلمين كلها في هذه الكلمة: شقاء الأمة، الولد في البيت كسرى والبنت قيصر والزوجة قيصر والرجل قيصر والجار كسرى. وسبحان الله، لا إله إلا الله، متى نتواضع لله؟ حتى من تواضع لله رفعه، من ذل لله أعزه الله ولله. وقال ربنا واصفا المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، لكن نصير أذلة على الكافرين وأعز على المؤمنين. كيف؟ أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافري. نجمد علماءنا ونؤذيهم ونشوه سمعتهم، وإن أكو في لئامكم قليل فإني في كرامكم كثير. أحبتي في الله، جاءت النفس بجنودها فأحاطت بالمدينة من الجانب الآخر، ثم جاء الهوى. الهوى دائما يزين للإنسان الحق الأكاذيب على أنها حقائق، والخيال على أنه حقيقة. الهوى، قال العلماء: من اتبع الهوى فقد هوى. هوى، سبحان الله. قال: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا أين يهوي؟ سبحان الله. الصحابة من رقة قلوبهم سمعوا وجبة عن صوت عالي، قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: حجر ألقي من حافة جهنم من 70 سنة وصل الآن إلى قعرها. إذن أين كانت قلوب الصحابة عندما يسمعون الكون والغيب في قلوبهم؟ لأن نفوسهم قد صفت. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، أما جنود الدنيا نقف عندها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. الأعداء الذين يريدون إيمانك أن يتبخر كثر، وأعدادهم بالعشرات. هذا إبليس وجنوده، وهذه النفس الأمارة وجنودها، وهذه الهوى، هذا الهوى وجنوده أيضا، ثم هذه الدنيا المزينة التي تتبهرج للناس. سبحان الله، أحبتي في الله، الدنيا من حقارتها
لا يعصى رب العباد إلا فيها. سبحان الله، لا يعصى رب العباد إلا فيها. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أنا لا أقول علينا طلاق الدنيا ليتزوجها غيرنا أبدا، تؤخذ الدنيا غلابا، ولكن بمنطق الآخرة نعمر الدنيا بالإيمان. فلا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. الإنسان الصحابة والصالحون عمروا الدنيا بمنطق الآخرة فعمرت لهم الدنيا وصارت. يعني يا دنيا سبحان الله، من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. الدنيا تخدم من يخدم دين الله، وتستخدم من يستذل نفسه لعبد من عباد الله او لمخلوق من مخلوقات الله. كن عبدا لله، كن عبدا لله. فان كنت عبدا لله هنا هذه الجيوش الأربعة تجتمع بهذه المدينة وهو أنت، عندئذ بالله عليك هل تقاوم كل هذه الجيوش بركيعات مشكوك في أمرها وقد تكون الفريضة فقط؟ أين قيام الليل؟ وأين تلاوة القرآن؟ وأين صفاء النفوس؟ وأين إحسان التعامل؟ وأين الثقة في الله؟ وأين نصر دين الله عز وجل؟ وأين قول الحق؟ وأين البعد عن الباطل؟ وأين إصلاح ما في القلوب من عيوب؟ عندئذ ينتصر الإنسان على كل هذه الأعداء. أنت تشهد الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أرجعته. يا رب العالمين لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.